دكتور، لو تحدثنا عن جانب آخر مهم، هو الجانب في الحج تسقط كثير من المسميات، لا يكون فرق بين المواطن البسيط وبين الملك أو بين الأمير، تتوحد الأمة، يتوحد المواطنون في كل أرجاء المعمورة، كلهم يلبسون نفس الثياب، هو الثوب الأبيض المدنس من الخطايا ومن كل الأشياء. كيف نصف هذه الصورة في ترويض النفس البشرية بأن تعتدل وتتساوى الطبقات المجتمعية في أداء مناسك الحج، وبعث رسائل بأن الجميع متساوون في كل المقامات؟ بارك الله فيك، سؤال طيب. يعني الرسالة اللي احنا المفروض نفهمها ورد في كتاب الله، ولكن ما نراه هو ترجمة فعلية عملية لكلام الله. يقول المولى عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله. أحسنت. يعني هي دي أخي الكريم الفاضل، يعني الإجابة على سؤالك الطيب. أحسنت. بس الترجمة الفعلية أنت ترى ذلك فعلا، حتى لو أنك تطوف مثلا ووجدت ملكا يطوف معه أصحابه، يعني جاليته أو ولكنه ملتزم بالزي اللي أنت ملتزم به، ولكنه يطوف مثلما تطوف مهما فعل، يطوف ويطوف سبعة أشواط مثلما تطوف، ويبدأ من الحجر الأسود مثلما تبدأ أنت من الحجر الأسود. وهي دي الترجمة لقول الله سبحانه وتعالى، الفرق في التقوى، سواء بتأدي المناسك، سواء أنت هنا في بلدنا في العراق، في فلسطين، في مصر، في الأردن، في سوريا، في لبنان، انت هنا مفيش فرق بينك وبين حد حتى ولو هناك الا بالتقوى. ولذلك حتى في الايات اللي قراتها في اول الحلقه، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. خير زاد لهذه الرحله وللانسان عموما التقوى. وفي هذا اذكر شيئا عظيما قاله الامام الشافعي حينما شرب من ماء زمزم ودعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء المشهور اللي احنا كلنا بندعيه، وسألنا الله سبحانه وتعالى العلم فأوتيناه، يعني احنا سألنا ربنا بس علم، يعني يشفينا من المرض وغيره، ولو سألناه للتقوى لكان أفضل. من هنا يا ريت اللي كل الناس مش بقول في الحاج، هنا في بلادنا، هنا في بيتنا واحنا عايشين هنا، في اليوم الجميل بتاع سؤال حضرتك بتاع يوم عرفات، بتاع نعمل ايه في يوم عرفات، هنا نتزود بالتقوى. هي دي التقوى اللي بنحكي عنها، انت تقول خاطره جالت ببالك، انت تقول قصه خطرت ببالك، انت تقول ايه وتفسير ايه اكرمك الله بفهم اخر، ولكن ما يصب في مصلحه الناس عامه وليس مصلحه المسلمين ابدا، مصلحه الناس عامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء برسالته ليس للمسلمين وليس للعرب، ولكنه جاء رحمه للعالمين، مش الامه، للعالم اجمع.